ممشاكم طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ومرحبا بكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في هذا المساء البهيج. أهلا وسهلا بكم أجمعين كل باسمه، ونشكركم على حضوركم، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا هذا أنس وسرورا. وخير ما نستفتح به حفلنا هذا صوت إحسائي رخيم يشرف آذاننا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب موسى الصدقي. بالإشارة، فالطالب موسى الصدقي له إنتاجات فنية متنوعة، فليتفضل مشكورا على هذه التلاوة الرائعة. والسيدات والسادة، إن التكريم هو لغة أهل الكرم، ولا يتبناه إلا الكرام وأصحاب المكارم. ولطلبة الفيزياء والكيمياء بكلية متعة التخصصات بالنظر، كلمة في حق أساتذتهم تلقيها بنيابة عنهم الطالبة شيماء العمراني. Exprimer à votre excellence le remerciement chaleureux concernant les efforts que vous avez faits pour la réhabilitation des jeunes et la formation de générations capables d'améliorer la société à tous les niveaux. On sait tout qu'un professeur d'université est l'un des principaux acteurs dans le processus de développement de la région où se trouve l'université, parce qu'il est la principale source de divers types d'informations et de connaissances que l'étudiant reçoit depuis l'entrée à l'université. Le professeur est un grand magasin d'informations qui attire les étudiants à identifier les méthodes scientifiques et les façons qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie universitaire, sociale et pratique. Aussi, le professeur a un rôle important dans l'éducation des étudiants et sa construction personnelle. Comme dit le proverbe, la valeur d'un professeur se mesure à la personnalité de ses élèves. Finalement, je vous remercie encore une fois. Je vous présente mon respect, mon appréciation au nom de tous les étudiants. Qu'Allah vous récompense par le bien. Et merci. في هذه الكلية وحصل على شهادة البكالوريا علوم الرياضية وكذلك شهادة البكالوريا علوم الفيزيائية. فتصفيقة حارة على الطالبة شيماء العمراني. والآن نمر إلى عالم التحديات والمسابقات مع مسابقة ثقافية وجيزة، وهي خاصة بالطلبة الأعزاء. سأنادي على الرقم 5. من يحمل رقم 5؟ على الرقم 5، رقم 6، رقم 15، 9، رقم 9. من يريد منكم المشاركة؟ تريد المشاركة؟ تفضل. أولا première position. Ah, toute fonction continue et dérivable. Ou bien B, toute fonction dérivable et continue. Il y a une طريقة العداد. من يجيب منكم الأول؟ Oui. B. جواب؟ Toute fonction dérivable et continue. كدين ولا اش تسمى وقمرتوا عليه؟ مزيان، متاكد من الجواب ديالك؟ وانت بيه جو كومبلي. نشوفوا بشنو هي. اوه، جواب صحيح. الان نمر الى السؤال الثاني من لا بروميير بروبوزيسيون. توت سويت كروسونت et majorie et convergente. La deuxième proposition, toute fonction décroissante et majorie et divergente. Et minorée et divergente. Pardon. Toute suite croissante et majorie et convergente. La proposition A. Un mot.
هو جابر بن حيان أخي عزيز. تعال الموديل لي. لا أنا لسه أنا لسه مشات يعني ما لا توميستيك. لا بروم لا بروميير كيسيون لا توميستيك. Il dit soit l'atome, soit l'atome pour battre, c'est où parmi les propositions suivantes, données là, ou bien les propositions exactes. La première proposition. نخشن على صدر الكفاح يروي لنا قصص النجاح فرح تراقرق دمعة وتبسم في التغريدة هذه ترانيم الوفاء لتراك يا أغلى وطن هذه ترى أغلى وطن وطني أتيتك أرتدي نورا سيرسم لي غدي لأرد فضلك جاهدا وأمد يا وطني يدي وطن حبانا ما نريد لا زال ينتظر المزيد فشعاره بقلوبنا في عهده الزاهي المجيد وطن حبانا ما نريد 55 كيلوغرام هذه الهواية كان عندي 9 سنين ونص كنت كنشوف كنتفرج في بطر هاري كنتفرج وكنتعجب لي هذه الهواية ديال الكيك بوكسينغ وبابا اقتنع بها ودخلت لواحد الجمعية هي جمعية شباب الناظور هي بمدينة الناظور هنايا ومن بعد مارست سنين بديت عام وبديت كندخل البطولات بديت بطولات المغرب في الشبان كان عندي سنين 14 سنة اللي كان عندي سنين ومن بعد بديت كنبريباري للطايب بوكسين دخلت المنتخب المغرب في الشبان ومن بعد الشبان طلعت الكبار في الميزان 55 كيلوغرام بديت هاد الممارسة بالرغبة ديالي وبالتشجيع الوالدين ديالي اللي كنفتخر بهم ديما كيوقفوا معايا وخاصة الوالد والوالدة وخوتي ديما وخا كنشوف واحد الاحتضارات اللي كيبقاو كيقولوا لبابا هي هادي بنت مخصش تمارس هاد الرياضة حيت كتولي ميولات ديال الدراري هذا غلط بأنه وخا عندها شي هوايات تمشي تمارسها بالنظر أنه عندنا حنايا بالناظور كاينين بزاف اللي معقدين بان البنت تمارس الرياضه كاين ولا ما كاينش دابا شوفني وانا كنمارس الرياضه في الكيك بوكسينغ وكنتمنى ان شاء الله واخا الجنسيات لغات لي واحد البلاصه من اسبانيا في برشلونه فيك وفي ليل فرنسا ولكن انا ما قبلتش اصلا انا بغيت نرفع رايه الوطن بغيت نوصل الحلم ديالي اني نخرج مغربيه واصلي ريفي من الناظور باغا نولي بطله العالم ان شاء الله في الميزان 55 كيلوغرام وكنشكر السيد العميد وكنشكر كل الاساتذه ان شاء الله تبقاو تشوفوني ان شاء الله تبقاو تشوفوني في التلفاز تقولوا هذه الطالبه كانت كتكرع عندنا وشكرا لكم